I do have the click I added, I didn't have my presentation. So, you have to click it and then you can see the salute. And then we can pass it to whoever is speaking. That was the yes. So, we do one round with and then we take some questions, and then we do a second round to break it up, and then we start with the and then do you mind? Is everybody here? Could you look towards me, please? Thank you. Hello. Hello everybody, welcome to this session. أهلا بكم، مساء الخير على الجميع وأهلا بكم. نتحدث عن مستقبل إنترنت الأشياء، نتحدث عن الموضوعات التالية: كيف نتوصل إلى مستقبل أأمن عن طريق أجهزة أكثر ملائمة للإنسان. لدينا ضيوف من غانا وإندونيسيا وألمانيا وإندونيسيا، ولدينا جولتين. في الأولى نسمع من الضيفين الأولين، من بنديكت أبندروت من مايكروسوفت، المسؤول عن برامج الأمن. بعد ذلك نسمع من وليد السقاف، الأستاذ في جامعة سودرترن، وهو أيضا عضو في أيسوك. وبعد المتحدثين الأولين نستمع إلى بقية الضيوف. أنا اسمي سولانا، أنا أعمل لموتسيلا هنا في برلين.
منذ فترة وجيزة فقط بدأ اهتمامي بهذا الموضوع، فنحن أصدرنا منشور حول الخصوصية في المنازل الخاصة privacy included، ونحن نحاول بمؤسساتنا أن نحلل الأجهزة الخاصة بالاستخدام بالمنازل، هل هي آمنة؟ وتحدثنا مع الكثير من المخبراء الذين يعملون على الكثير من المستويات، كيف يمكن تحسين الأمن إن كان ذلك في المدن أو في المنازل الخاصة أو على الصعيد الوطني. بالطبع هناك أيضا فرص وتحديات. أود أن أرحب ببنديكت في البداية وأدعوه أن يتحدث إلينا من وجهة نظر مايكروسوفت. شكرا على هذه الفرصة للتحدث، وأود أن أشكر منظمين هذه الجلسة. اسمي بنديكت وأنا أعمل في مايكروسوفت في ريدموند، وأنا مسؤول عن جهاز للأمن في مايكروسوفت. أود أن أتحدث عن انتشار هذه الأجهزة وتعرضها للمخاطر، وثالثا ما نعتقده نحن في مايكروسوفت كيف نجابه هذه التحديات الأمنية. أنا المتحدث الأول هنا، لذلك أود أن أطلعكم على الخلفية وأوضح لكم كيف أن إنترنت الأشياء أصبح مهما للغاية، وذلك عن طريق الأرقام. مهما كان الرقم يجب أن نعي بأن الأرقام عالية جدا. أعتقد أن من أهم الأرقام أنه إلى عام 2025 سيكون لدينا 80 مليار جهاز مرتبط. لماذا هذا العدد هائل لهذه الدرجة؟ لماذا؟ من وجهة النظر التكنولوجية، ففي العقود الماضية شاهدنا بعض التطورات التي أدت إلى نمو هذا القطاع، وهو انخفاض تكاليف الأجهزة والكلاود كومبيوتينج على مستوى عالي، وكل ذلك أدى إلى هذا العدد الكبير من الأجهزة، وبالتالي الطائرات والمصاعد والملاقط اللواقد الشمسية وصولا إلى حاويات الصابون هي متصلة بالإنترنت. وهناك سبب آخر بالنسبة للمستخدم، يمكن استخدام الأجهزة الحساسة لمعرفة وجود الغاز في المنزل، وهذا يغنينا عن زيارة الخبراء في البيت. لذلك إنترنت الأشياء في طور النمو، وهذه فرصة هائلة للشركات أيضا التي تريد أن تقدم نماذج جديدة تجارية. فالسوق هائل والكثير من الشركات تريد أن تستفيد منه. هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى هذا العدد الكبير. كما قلت، أود أن أركز على صنف معين من الأجهزة. ماذا نقصد عندما نقول إنترنت الأشياء؟ IoT، إنترنت الأشياء، هو مصطلح غير معرف بشكل جيد، فهناك الكثير من الآراء، ولكن نحن نعتقد أنه هو مفهوم جديد للتفاعل مع البيئة الفيزيائية، ولذلك على مستوى التحكم الصغير. أعطيكم مثال هنا.
في هذا الصنف فقط هناك 9 مليار من هذه الشرائح الإلكترونية التي توجد في الأجهزة، بعضها صغيرة جدا في حجم الأظفر، فهي موجودة في الثلاجات وفي الغسالات، في اللمبات وفي الميكروفونات ربما. وبدأت الـMCU في السبعينات، ولكن كانت غير موصولة بالإنترنت بالطبع. والآن أيضا 1% فقط من الـMCU هي مربوطة بالإنترنت أو موصولة بالإنترنت، ولكن هذه النسبة سوف تزداد بكل تأكيد. وهنا نرى بأن مثلا جهاز راديو مجهز بذلك منذ عام 2014 حصل ذلك لأول مرة، وكنا نعرف أن ذلك سوف يتطور جدا. هذه الشريحة الصغيرة عندما لو اشتريت منها 100,000 قطعة فكان سعر القطعة 2.5 دولار، يعني تكلفة فنجان قهوة هي نفس سعر 100,000 من هذه الأجهزة. في ذلك فرص ومخاطر، وأود أن أتحدث عنها هنا. دائما هناك عناوين الأخبار أن هناك هجمات في الإنترنت، إن كان بيبي فون أم ثلاجة أو حوض للأسماك في المنزل الخاص، وتحكم أحدهم بحرارة الماء. وفي عام 2016 شاهدنا الكثير من هكذا أحداث على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكل ذلك ينعكس على البنية التحتية، وقد يصل ذلك إلى مخاطر على السلامة الشخصية، وبالتالي بالطبع أيضا هناك آثار اقتصادية واجتماعية. من هو وراء هذه الهجومات؟ على اليسار نرى تصنيفا، عندما ننظر إلى التفاصيل ذلك ندرك بأن الطرق والأساليب مختلفة جدا. هناك أيضا مصالح مختلفة، بعضهم يريدون ربما تدمير الصناعة أو قطاع صناعي، أو بعضهم يريدون أن يسرقوا بيانات حساسة أو ملكيات. وعموما نستطيع القول بأنه هناك الكثير من الفاعلين يسعون لتدمير خصوصيات هذه الأجهزة، وكل الأشياء وصولا إلى السيارات فهي معرضة لهذه الأخطار. في هذه الصفحة وهذه الصورة نستطيع أن نشاهد المداخل بالنسبة للمخترق. هذه هي ساحة المعركة إن صح التعبير. أنت تحصل على هذه الصورة عندما تريد أن تدخل في جهاز طبي، تستطيع أن تدخل فيزيائيا أو أنت تؤثر على نظام التشغيل أو الشبكة الموصول بها الجهاز، تستطيع أن تقطع الاتصال أو تحل التشفير، ويمكن بدء الهجوم من أي من هذه النقاط. هناك إمكانيات كثيرة للتصرف في هذا المجال، والمخترقون مبدعون جدا ولديهم خيال واسع وأفكار كثيرة. إذا ما الذي قد يحدث عندما يتم اختراق جهاز موصول بالإنترنت؟ مثلا يمكن
تحديد الجهاز في البداية، إطفاؤه مثلا وابتزاز المالك من أجل إعادة تشغيله، أو يمكن التحكم بالجهاز لأغراض شريرة مثلا. قد حصل أن أجهزة لضبط نبضات القلب تم اختراقها. يمكن مراقبة الأشخاص وحركتهم الجغرافية، ويمكن تغيير البيانات الموجودة في هذا الجهاز. مثلا إذا كان هناك قاعدة عائمة لاستخراج النفط وما إلى هناك، هناك الكثير من الإمكانيات. طبعا نتمنى دائما ألا يحدث ذلك، ولكن هنا مثال آخر. على المصنعين أن يتذكروا دائما عندما يخترعوا أجهزة جديدة ما هي الأخطار الكامنة وراء هذه الأجهزة. مثلا موقد في المطبخ، في السيارة ربما الهجوم يؤدي إلى شيء، وفي المطبخ يؤدي إلى شيء آخر. عندما نخترق سيارة يمكن استخدام هذه السيارة كسلاح في الشارع، وبالتالي كل مستخدم يستحق الحماية، والسؤال هو كيف يمكن تحسين هذه الحماية. أبحاثنا أثبتت أنه يمكن التوصل إلى أمان كبير إذا كان هناك 7 شروط سوف أشير إليها باختصار شديد. يعني باختصار شديد، كل جهاز قوي على بنفس قوة أضعف حلقاته. بعض هذه العناصر موجودة في الهاردوير وغيرها في السوفتوير، ولكن هناك التفاعل لهذه العوامل، يجب التضافر بينها من أجل حماية الجهاز. لابد أيضا من تحديث برمجيات الأجهزة، لأن الأجهزة لا تستديم فقط سنة أو سنتين، إنما ربما 5 سنوات وعشر سنوات، وبالتالي تحتاج إلى التحديث للبرامج. وفي الختام أود أن أتحدث عن مهمات الحكومات في هذا السياق. الولايات المتحدة، كاليفورنيا مثال معروف، فكاليفورنيا شرعت قانون يفرض معايير الدنيا لكلمات المرور، وهناك قوانين أخرى في الطريق. في أوروبا هناك إطار للترخيص وقوانين جديدة في الطريق للرقمنة، وفي المملكة المتحدة فهم يشتغلون على معايير معينة تفرض على الشركات في اليابان. فالحكومة تحاول حاليا أن تتأكد من سلامة كلمات المرور على أكثر من 200 مليون جهاز. وفي سنغافورة هناك تقرير حيث طلب من الحكومة الانتباه لهذه المسألة أكثر. أود أن أعود إلى الاختراق الذي ذكرته في البداية. كان ذلك في شهر سبتمبر 2016، يعني منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن مع ذلك من الصعب أن نقول بأن الأمور تحسنت منذ ذلك الحين، فالمستخدمون يحتاجون إلى حماية أكثر. شكرا جزيلا مايكل. المتحدث القادم وليد الثقاف، شكرا جزيلا. أنه من دواعي سوري أن أكون هنا معكم على المنصة. يعني أود أن أؤكد على أنني ألبس قبعتين. يعني الصفة الأولى يعني أنني باحث أكاديمي عامل على هذه الأبحاث، وأيضا أنا في لجنة إدارة
يعني لا أستعمل الصفة الأولى يعني قدر الإمكان، لكن فقط لا أنظر إلى الشيء يعني من الجانب النظري. وأنا نقوم به كباحثين أننا ننظر في البيانات، وهذه البيانات تساعدنا على فهم ما موجود حولنا. فأنا أود أن أشير إلى آخر الأبحاث التي أقيمت من قبل المنظمة الإنترنت سوسايتي بالتعاون مع كونسيومر انترناشونال، منظمة أخرى، إذ أن هناك ليس الكثير ما يمكن أن يقوم به هيئة واحدة فقط، إذ أن هناك تعقيد عالي والموضوع معقد جدا. ما يحبه المستخدمون وما يفكرون به عندما نتحدث عن إنترنت الأشياء، وهذه موضوع وجهات النظر أو الملاحظات. وهنا أود أن أسأل الجمهور مثلا نفس الأسئلة، فلنرى إذا هناك تطابق وإلى أي درجة هناك معتمدية في القيام بذلك. كم عدد ما بين موجودين معنا هنا في القاعة؟ يعني أرجو رفع اليد كي نتأكد من ذلك. إذن هل المشرعين يجب أن يكونوا هؤلاء الذين يدافعون عن الأمل والسلامة في إنترنت الأشياء؟ يعني من يظن أن المشرعين هم من يجب أن يكون بهذا الدور؟ أقل من النصف تقريبا. ما بالنسبة للمصنعين أنفسهم؟ هم المفروض أن يكونوا هؤلاء من يكون مسؤول على ذلك. يعني يمكن أن ترفع اليد بالنسبة للجميع أو يعني فقط بالنسبة للخيار واحد؟ لا، واحد واحد، يعني أيدي أقل، عدد أقل من الأيدي. وهنا أيضا واحدة أخرى معنا على المنصة، لا أود أن أعطيك وزن إضافي، أنت مجرد مشاركة هنا. شيء آخر بالنسبة لكل جهاز في إنترنت الأشياء، هناك عدد من الأطراف. بالطبع هناك المصنع، هناك المشرع الذي سيسمح بدخول هذا الجهاز بحد ذاته إلى البلد المعني، وأيضا التجار بالمفرد. فإذا إلى أي درجة تظنون أن التجار هم عليهم تحمل هذه المسؤولية؟ التجار واحد فقط؟ نعم، هذا شيء مثير للاهتمام. نعطيكم فكرة إلى أي درجة هذه المجموعة منفصلة عن المجموعة السابقة، يعني 88% من كانوا مشمولين في الاستفتاء، يعني ما بين 1000 مستخدم من 5 بلدان، أستراليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذن 6 دول عذرا. فإذا العينة كانت 1000 شخص، وسؤال يحول إذا كان المستخدمين يظنون أن هذا مسؤولية المشرعين، كان عدد نسبة 88 أو 77% أو 88 المشرعين، أي الحكومة، يعني بالقرب من 90%. إذا هذا كان عالي بكثير، يعني نسبة مئوية. يعني المصنعين كان 81% يقول نعم هم المسؤولين على وضع هذه المعايير للخصوصية والأمن، ومن ثم التجار 80%. وإذا بالنسبة للتسلسل، نعم هناك تطابق على ما أظن، ولكن بالنسبة للتحمس لربما هناك دور أيضا لكوننا قد تأخرنا في الوقت في آخر العصر، يعني لربما نستطيع أن نضاعف هذا العدد. يعني فإذا أساسا هذا مؤشر على طريقة تفكير المستهلكين عندما يدور الأمر حول إنترنت الأشياء. فإذا المشرعون في المكانة الأولى، ومن الصعب أن نعلم إذا يمكن تطبيق ذلك أيضا على الدول النامية، هذا ينطبق على الأقل على الدول الصناعية. فإذا أثناء الرصد كانت هناك أيضا أسئلة إضافية بالنسبة لإنترنت الأشياء نفسه ونظرهم حول الإنترنت. فإذا سؤال آخر، كم منكم يفكر أن يجب أن لا تثق بطريقة مشاركة البيانات من قبل إنترنت الأشياء؟ عدم الثقة في هذا،
إذا لا أحد تقريبا يعني تثقون تمام الثقة بطريقة مشاركة البيانات من خلال إنترنت الأشياء. أنا لم أشترك، فإذا أقول 100% تقريبا. فأنا كم عددكم، العدد منكم الذين يظن أو يشعرون أن أجهزة إنترنت الأشياء مخيفة أو مروعة، يعني أننا نخاف نوعا ما ما تقوم به هذه الأجهزة. نعم، واحد، أنت في معزق هنا، فإذا وهنا أيضا تشعرون أنهم مخيفة. نعم، فإذا أولا الأسئلة من ثم الأجوبة. هنا السؤال عن الأشخاص الذين يعرفون أبطال البيانات، هل تعرفون حقا كيف يتم إبطال البيانات أو تعطيل البيانات وربط ربط البيانات في الأجهزة الموجودة في المنزل؟ واحد، اثنين، ثلاثة، من يدرك ذلك؟ كيف يقطع الاتصال في قدر الإمكان؟ نعم، يعني بين 60-70%. أساساً نعم. والسؤال الأخير سيكون كم عدد المشاركين هنا معنا على المنصة الذين يملكون جهاز ذكي ولن يشتروا، يعني ليس لديكم هكذا جهاز ولا ستشترون هكذا جهاز بسبب اعتبارات أمنية، بسبب القلق من الجانب الأمني؟ إذن حسناً، يعني الجميع لديكم هكذا جهاز ولا تقلقون، ولكن هناك عدد كبير من الأشخاص لن يشتروا أبدا هكذا جهاز، إذ أنهم خائفين جدا، إذ أن الخطر عالي جدا أكبر من الفائدة المستحقة. فإذا أنتم مستعدين لنتائج 75%، من لا يثق بطريقة مشاركة البيانات عن طريق هذه الأجهزة. إذا 75% من الأشخاص الذين أقيمت معهم هذا الغصب و63% قالوا أن هذه الأجهزة المرتبطة مخيفة ومروعة بالنسبة لهم، 63%، و50% لا يعرفون أصلا كيف يمكنهم إبطال الاتصال لتبادل المايونات. فإذا تقريبا نصف المتسائلين، وهناك نسبة 28% الذين غير مستعدين أبدا لشراء هكذا جهاز من إنترنت الأشياء، إذ أنهم يخافون من المخاطر الأمنية. فإذا هذا ما نتعامل معه في مجتمع صناعي وعالم، أن الدراسات هنا واسعة ولا أستطيع أن أخذكم عبر كل هذه التفاصيل، ولكن أوصيكم بالنظر في كل ذلك. وهذا فقط سبب رئيسي للقلق لمستقبل إنترنت الأشياء، خاصة إذ أننا نحاول أن نتواصل مع الشعور والملحوظات العاطفية. ليست هذا الشيء دقيق، بل كان هناك منظور سلبي لإنترنت الأشياء، وهذا قوي، وهذا لا يظهر أنها جيدة أم سيئة، ولكن يعكس نوعا ما إلى حد ما ما يفكره المستخدم حسب رأيي. بالنسبة لي شخص عمل في مجال الصحافة ولديه بعض الخبرة في الإعلام، يعني تمثيل القصص التي استمعنا إليها سابقا من قبل الزميل حول محاولات مختلفة للقرصنة والحشاشية، وحيث كاميرا بسيطة على الإنترنت تستطيع أن تؤدي إلى إبطال الخدمة على ملايين الأشخاص، أو كما حصل منذ عدد من السنوات في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة. فإذا هذا شيء سلبي. فإذا من ضمن المشاكل أن في الواقع هناك حالات هي مضخمة وما مبالغ بها، ولكن أيضا هناك حالات التي تسبب قلقا للمستهلكين. وما هنا المثير في هذا الصدد أن هناك نقص في الوعي حول كيفية التعامل مع هذه الأجهزة. فإذا هذا يعكس صعوبة
المستخدم في فهم كيفية عمل التعليمات، أو دعونا نقول كيف تستخدم هذا الدليل للإرشادات. فإذا هذا لربما يعتمد على طريقة قراءة التعليمات، أو في بعض الأحيان عدم قراءة المعلومات والتعليمات. فإذا لو نظرنا في ذلك من وجهة نظر المستهلك البحث، فلربما يستطيع أن يساعدنا ذلك بصفة أشخاص نثق في الإنترنت أن نبني على الحلول الذكية، وأن نطلق حملات ذكية لخلق الوعي ليس فقط حول كيفية استخدام الأجهزة الذكية بشكل صحيح، بل كي تعلم أيضا ماذا يمكن جمعه من خلال هذا الإنترنت من قبيل البيانات. فإذا ختاما أود أن أقول الفكرة هنا أنه لا نعتبر فقط الجوانب الجسدية الصناعية لإنترنت الأشياء، هذا شيء حاسم أيضا وعقليا مهم جدا، ولكن كيف يمكننا أن نفهم كيفية تعامل المستهلكين مع هذه الأجهزة؟ وهذا سؤال ربما لمايكروسوفت التي تصنع هذه الأجهزة، وهل هناك إمكانية لنظر في طرق للتواصل مباشرة وصريحا مع المستهلكين وتعتبر انعكاس استخدام أجهزتهم عليهم، وخاصة في عالمنا المرقمن. يعني الإنترنت الأشياء ليست أجهزة معزولة، بل هي مرتبطة ببعضها البعض. فإذا هنا الحلقة العذاب لبما لن يكون شيئا من صناعات مايكروسوفت، فإذا هذا أقل مرئية، ولربما يكون المشكلة الوحيدة التي قد تؤدي إلى حشاشية أمنية كبرى، ليس فقط بالنسبة لمنزل واحد فقط، بل أيضا بالنسبة لمنازل أخرى مرتبطة، وأيضا لحواسيب أخرى مرتبطة في أنحاء العالم. فإذا سننظر في منظور المستهلكين لذلك، وهذا مداخلتي. شكرا. شكرا وليد. هل تستطيع أن تعيد اسم هذه الدراسة وأين يمكن إيجاد هذه الدراسة؟ لو internetsociety.org في الموقع بحث بسيط لتراست اوبورتيونيتي، يعني ثقة المستهلكين في إنترنت الأشياء، دراسة للشهر الخامس من هذا العام. فإذا هذا سهل جدا. شكرا جزيلا. يمكنكم التأكد من ذلك، وهي دراسة شاملة. شكرا على ذلك. في مراجعتنا لمنتجات في موزيلا لدينا الدليل سنوي، حيث ما نسميه الدليل كريبوميتر، أو قياس يعني حول شعوب الخوف من هذا الجهاز. يعني مثلا يمكن للمستهلك أن يسجل إلى أي درجة يخاف من سياسة الخصوصية لدى الشركة، يعني إلى أي درجة البيانات مشفرة. يعني وهناك سؤال في الأخير في الموقع، حيث يقال هل ستشتري هذا المنتوج؟ والكثير يقول نعم سنشتري هذا الجهاز حتى ولو نظن أن هذا الجهاز مخيف ومروع. فإذا هذا شيء أيضا ذكرتموه في خلال الدراسة. نعم حقا، والشيء الأهم من ذلك أن نعترف به حتى ولو كانت نقاط ضعف بسيطة، يعني استكشفت مؤخرا فقط بعد أن تم إنتاج هذا الجهاز بحد ذاته وبيعه. فإذا هذا مسؤولية كبيرة على كل هذه المستويات، الحكومات، المشرعين والمصنعين والتجار والمستهلكين، كي أيضا يعني يفلطون بوجود هذه الأجهزة بين أيدي الأطفال مثلا أو أشخاص، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وإلى إذا أين في هذه العملية يجب أن تتدخل وكيف؟ فإذا يمكن أن تكون ذلك كارثي. فإذا يجب أن ننظر في ذلك. تحدثنا عن الأمن والسلام وعن الخصوصية كثيرا، ما الخصوصية والأمن يتم التضخيم بها والمبالغة به، ويتم استخدامها بشكل متبادل. فإذا هل ترون أن هناك أي علاقة بين الاثنين؟ إذا أنا كنت تحدثتم كثيرا عن الأمن، هل أجهزة خاصة أكثر يعني بما يخص نوع البيانات المجمعة، يعني هل هي أأمن أيضا؟ أين يجتمع الاثنان حسب رأيك؟ نعم سؤال مثير. يعني في بعض الأحيان نفس الشيء، وفي الأحيان الأخرى شيء مختلف. الأقل مستوى الأمن يجب أن يكون حد أدنى بالنسبة للتوقعات للمستخدم والمستهلك.
يندون معرفة تفصيلية لما هو يشمله هذا الجهاز. مثلا أمي وشخص مثل أمي لا أتوقع منها أنها ستقع 7 صفحات من الخصائص وتعود بذلك إلى التاجر أو المتجر الألماني ويطلب من المتجر أن يفسر لها كل ذلك ومن ثم فقط تشتري الجهاز. فإذا هناك تحديات، وبكل صراحة لدينا معلومات أكثر بكثير حول تسليم للمستهلكين المعلومات والوسائط من أجل اتخاذ القرار المسؤول، ولكن الأمن والسلامة في الكثير من الجوانب يستطيع أن يساعد المستهلكين على الشفرة الأمن من أجل تواصل ما بين الأجهزة. فهناك الولايات المتحدة هناك لجنة اتحادية يعني اتفقت مع المصنعين حول مزاعم خاطئة قادمة من المستهلكين حول أمن وخصوصية الأجهزة. وإذا لا ألخص، الخصوصية والأمن يتقاطعان مع بعضهما البعض، ولكن هناك أيضا توقعات لحد أدنى من الاثنين من قبل المستهلكين. أود أن أرحب بالتعليقات من الجمهور. من يريد أن أتحدث أولا؟ تفضل الوقوف. هل عندكم أسئلة للمشاركين الأوليين في الحوار؟ مرحبا. أقترح عدة مرات أن المنتجين يطبعون على منتجاتهم التاريخ لتأكل الإنتاج، يعني مثلا سنحدثها أو لغاية هذا التاريخ. وهناك رأي أكثر راديكاليا، يعني يطلب من المنتج أنه يلتزم بتوفير إمكانيات لمن اشترى البرمجيات أنهم يقومون بتحديث البرمجيات ولمواكبتها ووضعها في الفضاء، فضاء المصادر المفتوحة. ما رأيكم عن ذلك؟ لنرى إلى ذلك من رؤية المستهلك. عندي مثلا جهاز مهما كان أونلاين أو أوفلاين، الجهاز يجب يكون آمنا، وهناك ايضا ارشاد يعني تعليمات استخدام واضحه. والجيد بالنسبه للانترنت للاشياء هو انه لا يقتصر ذلك على بيت معين وهكذا، ولكن مربوط بشبكه او بخدمه الكلاود. وهناك امرين مهمين. اولا المستهلكه او المستهلك عنده، إذا كان له لها الوعي ما هو الجهاز، ما هو أداء الجهاز، وهل تكون هذه المعلومات متوفرة لهم. أحيانا يرون التقدير والتقييم على أمازون، هل يشترونها ويختارون شيء ثاني، وبعد شرائه ماذا نفعله؟ إذا نشك في هذا الجهاز، هل يكفي أن نطلع على تعليمات الاستعمال، أو هل يمكن التواصل مع المنتج؟ هل هناك خدمة للزبائن، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي تتغير برمجيات كثيرا ما؟ وطبعا هذا يسري على كافة الأجهزة. والأمر المهم هو أن الزبون يعرف هذه السمات. وثم جانب المنتج، يعني تاريخ التأكل هذا مهم جدا. إن كان هناك تحديث دوري للبرمجيات، لأن في الإنترنت طبعا لا يوجد شيء جامد، يعني كل شيء يتغير، هناك بروتوكولات مختلفة، أحيانا هي مبرمجة في التشفير في الشفرة. ومن كان مثلا أوفلاين لفترة هناك فجوات السلامة يتم غلق والتغلب عليها. إذن هذا فعلا أمر معقد جدا.
وأعتقد أن الجانبين طرفين عليهما التعاون والتعامل من ناحية المستهلك، وبالتالي عندنا مبادرة Connect Smart. هذا فعلا مبادرة مفيدة جدا للاطلاع على صفات المنتوج، ومن جانب آخر من طرف آخر أيضا المنتج الصناعة والمسوق لهذه الأجهزة، وهناك المشرع أو الحكومة. إذن هناك فعلا أبعاد متعددة. أعتقد هذا سؤال مهم جدا، لأنه نرى هنا أن التكنولوجيا هي جزء من الحل أيضا. يعني نرى كيف يتم تصميم الأشياء وبرمجتها وربط بينها، وكيف يمكن التعامل مع الفرص والمخاطر. من الصعب جدا للناس أنهم يفكروا ما يمكن العمل. نحن بكون مثلا في المنزل أو في الفضاء العام والآخر. هناك سؤال أونلاين. مرحبا لكل من يشاهد ذلك على الإنترنت. هناك سؤال من بنيامين أتيموبه من ناميبيا. السؤال هو: يعني عندنا جيل لمستخدمي الإنترنت وبحبون توزيع المعلومات والمشاركة فيها، إذن كيف يمكن تحقيق الأمن السيبري والبيانات الشخصية؟ كيف يمكن حمايتها عندما نضع كل شيء على الإنترنت؟ إذن هناك جانب موضوع الشباب، هناك الاتجاه نحو نشر البيانات أونلاين. كيف ما هي علاقته مع موضوعنا؟ هل فهمتك بشكل صحيح؟ اسمي مرت، وأنا مفوضة لحماية البيانات الإلكترونية، وهذا السؤال يطرح لنا كثيرا. ما كثير من الناس شباب وكبار في السن عندهم احتياجات متعلقة بسياق، يعني فيما يخص توزيع ونشر المعلومات. حتى الأطفال بيحمون بياناتها، ولكن من هو الخصم الطرف الآخر؟ يعني الأبان أو المعلمين والمعلمات هم دائما مترددين لإفشاء معلومات لهم، ولكن من يريد أن يشارك البيانات هذا جزء من حياتنا الاجتماعية. هذا ليس بالضرورة شيء شرير، ولكن التوزيع الجبري على المعلومات هذا لا يجوز أن يكون المعيار الأساسي والاعتيادي. لم نتحدث عن النماذج الأعمال والتجارية في ما يتعلق بإنترنت الأشياء. أولا أقدم ليلي بوتسويا من غانا، وهي تتكلم نيابة عن جي سي نت، ولك هذا العرض. Hello everyone. أهلا بكم، مساء الخير. أنا ليلا وجا من غانا، وأنا هنا وأمثل هنا غانا IGF. كان المطلوب أن يمثل أحدنا الشباب، لذلك أتيت أنا. فلدينا مشروع حول التوعية لإنترنت الأشياء، وهذه هي النتائج. في الصفحة الأولى أو الصورة الأولى، السؤال هو: المستقبل مثير، هل أنت جاهز؟ في الأمس شاهدت المعرض هنا،
ولفت نظري شيء في أحد الأجنحة كان مكتوب Internet of Humans يعني إنترنت البشر. فسألتهم ما المقصود من ذلك؟ فقالوا نحن نريد أن نركز على الإنسان. التكنولوجيا والإنترنت وإنترنت الأشياء جميع التكنولوجيات الجديدة يجب أن تركز على الإنسان. وعلى هذا الأساس يريدون تطوير التكنولوجيات لخدمة الإنسان. والتكنولوجيا والأجهزة التي تركز على الإنسان. هنا أود أن أتحدث عن أفضل السبل من زاوية نظر المستخدمين وماذا يمكن للحكومات والمشرعين أن يقدموا في هذا السياق. نحن نعرف بأن هناك الكثير من الأجهزة الموصولة ببعضها البعض، ولكن إذا كان هناك تواصل بين الأجهزة فهناك أيضا خطر متزايد للهجمات الافتراضية. فإن كان لديك بيانات فأنت لا تعرف من الذي يقرأ هذه البيانات أيضا ويتحكم بها في إنترنت الأشياء. فأجهزة الحياة اليومية تنشر بيانات أو يسمح لها بذلك. فهنا أود أن أتحدث عن إمكانيات استخدام إنترنت الأشياء مثلا في التطبيقات الصناعية في الشركات الصحية التي تستطيع أن تتشارك في بيانات المرضى في الوقت الحي، وربما يكون ذلك مفيد في المناطق النائية في إفريقيا مثلا قارتي. وفي هذه المناطق المهملة يطرح السؤال عن البنية التحتية نفسه مرة أخرى وعن الموصولية. ثم هناك أيضا أجهزة مثل ساعات الفتنس والثلاجات الذكية، كلها أجهزة تستخدم في المنازل وتستخدم البيانات. ودائما هناك أخطار في ذلك. عندما نتحدث عن الخصوصية نتحدث عن بيانات حساسة لا يريد المستخدم أن يشاركها مع غيره. هذه الأجهزة أجهزات تتصل بشكل دائم، ونحن لا نعرف ما هي كمية البيانات التي تخرج من هذه الأجهزة. في وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك ما هي البيانات التي يمكن للآخرين أن يروها، مثلا عنوان الإنترنت أو الإيميل أو الاسم، مكان الولادة. فهنا نفكر ما هي البيانات التي نريد أن نكشف عنها، وكيف يتعامل الشباب مع ذلك. هناك جواب واضح. إن كنت أريد أن تكون هذه البيانات مخفية فيجب أن نخفيها، وإلا تصل إلى أيدي ناس شريرين ويمكن للمخترقين أن يستخدموها، فهذا يعرضنا للمخاطر في الإنترنت. ومشكلة نعرفها جميعنا أن الإنترنت لا ينسى. أتحدث هنا مرة أخرى عن موضوع الأمن. إلى أي مدى بياناتنا آمنة عندما نوفرها لغيرنا؟ فالسؤال من الذي يستخدمها؟ في العام الماضي كان هناك جلسة في الاي جي اف طالت كثيرا لأنها كانت مشوقة وكانت عن الشفافية والحق في عدم التمييز. فسأل الناس
من أين يعرف فيسبوك؟ ما كيف يعرف فيسبوك من الذي أريد أن أكون صديقه وما إلى ذلك؟ فهذا يحصل مثلا عن طريق البيانات الجغرافية، وبالتالي دائما السؤال هو إلى أي درجة هذه البيانات محمية وآمنة. في الجزء الذي أعيش فيه، فإنترنت الأشياء يعتبر من التكنولوجيات المنبثقة التي نتعامل معها. في الأمس سمعنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنه علينا أن نستفيد من محاسن التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا أسرع من تشريعنا للقوانين من أجل تنظيم هذه التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا متقدمة علينا دائما بخطوة، ولكن لا يجوز أن نقبل الأمر هكذا وأن نفقد السيطرة على التكنولوجيا فقط لأنها أسرع منا. إذن هذه هي الإحصائية التي سمعنا عنها في البداية. كان السؤال هنا، من هو المسؤول عن سلامة الأجهزة؟ أعتقد أن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمصنعين والشراة والمشترين. المصنع يستطيع أن يؤثر على التصميم بحيث أن يكون الجهاز آمن، ولا يجب أن تكون هذه الأمور ذات أولوية دنيا، إنما سلامة البيانات وحماية البيانات يجب أن تكون الهم الأول للمصنعين. البائع أيضا يتحمل جزء من المسؤولية. أن يكون لديهم معلومات جيدة ويقدمون الاستشارة الجيدة للزبون. وإن كنا نشتري أجهزة للشركة فلا بد أن يكون هناك فايروالز من أجل الأمن، ولكن نحن المستهلك أيضا لدينا مسؤولية. الإنسان هو أضعف حلقات السلسلة، أي سوء استخدام للجهاز قد يشكل مشكلة كبيرة في الكلاود، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك. الكثير من المنظمات الكبيرة المنظمة بشكل جيد تتعرض لهجومات في الفضاء الافتراضي فقط لأن أحد الأشخاص اخترق قاعدة إحدى قواعد السلامة. أود أن أتحدث هنا أيضا عن أفضل السبل من وجهة نظري الشخصية، لأن إنترنت الأشياء يوفر الكثير من الفرص. لذلك سألتكم، هل أنتم مستعدون للمستقبل المثير أمامنا؟ بعض أصدقائي وأنا من Youth IGF 2018 نشرنا أخبار على تويتر من أجل أن يعرف الناس كيف يمكنهم استخدام الأجهزة الموصولة بالإنترنت بشكل آمن، وذلك عن طريق بعض التصرفات البسيطة جدا. وأنا سعيدة جدا أن بعض من اشتغلوا معي في هذا الخصوص هنا في القاعة. أولا، لا تصل الجهاز بالإنترنت إن لم يكن هناك ضرورة. هذه هي الخطوة الأولى. عندما نستخدم الإنترنت كوسيلة فهذه هي الطريقة الصحيحة. يجب أن نفكر دائما ما هي الوسيلة التي نحتاجها. عندما نريد أن نقطع الشجرة فنستخدم
الفأس وليس السكين الصغير. لذلك لماذا ننشر بياناتنا الجغرافية دائما؟ نحن لا نعرف من الذي يستخدم هذه البيانات. وكمنظمة يمكن وضع معايير أساسية لذلك أيضا. مثلا لا يجوز لأحد وصل أي جهاز إلى كمبيوتر خاص بالشركة. يجب أن يكون هناك مثل هذه القواعد. ونقطتي التالية مهمة بالنسبة للمنظمات والمنازل الخاصة. نحن لا نسمح لأحد أن يدخل في الشبكة الخاصة بنا. يمكن إقامة حساب للزوار في المنزل إن كان هناك الكثير من الضيوف مثلا. من أجل حماية كلمات المرور، أنا أيضا ربما أخطئ في هذا المجال في بعض الأحيان، ولكن لابد أن تكون هناك كلمات مرور مختلفة على كل جهاز. أنا أعتقد في كثير من الأحيان أخزن كلمات المرور، وبالتالي ليس هناك داعي أن أكتبها في كل مرة، ولكن لابد أن تكون كلمات المرور مختلفة لكل جهاز، وأن نعمل لوك أوت عندما ننتهي من استخدامها. النقطة الأخرى المقصود هنا USB، إمكانيات وصل USB، ولا بد أيضا من تحديث البرمجيات باستمرار. في أين أعيش؟ أنا أحدث برمجياتي في الكثير من الأحيان، وأعتبر ذلك صعبا في بعض الأحيان، ولكن إن كنا نعرف، يعني لو كان هناك إمكانية للتحديث الأوتوماتيكي فهذا أفضل أيضا، من أجل ألا نقطع عملنا في كل مرة. وأنا أظن بأن هذا مهم للمستقبل بشكل خاص في إطار الثورة الصناعية الرابعة. إذن هذا ما لدي. هذه أفضل السبل من أجل حماية الأجهزة وإبقائها آمنة. لذلك أسأل مرة أخرى، هل أنتم مستعدين للمستقبل المثير؟ شكرا جزيلا. والآن من يتكلم الآن؟ شكرا أولا ليلي وديساشفار من إندونيسيا ويمثل إلسا. شكرا جزيلا ومساء الخير لكم جميعا، وأشكر على إتاحة الفرصة للتحدث هنا، وأود أن أشارك يعني خبرتي فيما يتعلق باستخدام الإنترنت للأشياء في إندونيسيا، وخصوصا فيما يتعلق بأمن البيانات خلال استخدام الإنترنت للأشياء. وأود أن أعطيكم تحديثا عن الوضع السائد في إندونيسيا حول موضوع IoT. والحكومة الإندونيسية
أصدرت مشاريع للبنية التحتية، يعني من خلالها يتم ربط كل الأجزاء من البلد من الغرب إلى الشرق عن طريق ثلاث منصات. والهدف هو أن هذا يحقق تقدما في استخدام الإنترنت في عموم البلد. وهناك تطوير منصات جديدة، مثلا منصة IoT خاصة بالحكومة، وهذه الحكومة أعلنت ذلك وفي عام 2009، هذا كان في عام 2019، أنت 171 مليون من عدد السكان الذي يصل إلى 267 مليون نسمة تم إيصالهم بالإنترنت. إذن هذا أكبر سوق للأجهزة المبرمجة، ولكن استخدام هذه المنصات IoT هذا أقل من 10%. والحكومة كانت تصدر أيضا خطة تنمية لغاية 2024 وتعمل على توسيع الإنترنت في البلد. هذا من الأولويات للسياسة، يعني الهدف هو بناء اقتصاد إلكتروني. يعني خلال السنوات الخمس القادمة الحكومة تخطط الرقمنة للخدمات العامة الحكومية، يعني وكذلك يعني إجراء تدابير لدعم الاقتصاد الرقمي. ولكن ما معنى ذلك بالنسبة لاستخدام الأجهزة المبرمجة في إندونيسيا؟ يمكن نرى التطورات في مجالات مختلفة، مثلا في الزراعة، أو على سبيل المثال أيضا في صيد الأسماك يمكن استخدامه، مثلا أيضا في التغذية الآلية للسمك. يعني هناك إمكانيات كثيرة في مجالات مختلفة. والحكومة تعمل على بناء 124 مدينة ذكية خلال السنوات الخمس القادمة، والهدف هو أيضا بناء منصة المعلومات الإلكترونية واستخدامها في السوق. وبالنسبة لتطوير المدن الذكية يتم بناء منصات مثلا لتوجيه المرور إلى آخره. ومن المقرر أيضا تجهيز المدن بالكاميرات لمراقبة الشوارع. مثلا في جاكرتا هناك 7000 كاميرا مراقبة، وهذه اللي تستخدم أيضا تكنولوجيا التشخيص والوجوه. وهذه المنصة هي منصة متكاملة قد تساعد الشرطة، يعني عندما يتصل المرء بالشرطة لأن الكاميرات مرتبطة بهذه المنصة بهذه المنظومة. وهكذا يمكن للشرطة أن يحدد أسماء المتصلين بالشرطة. إذن ما هي التحديات بالنسبة للإنترنت للأشياء في إندونيسيا؟ عددها 3 قبل كل شيء. هي أولا الموارد البشرية، هذا عامل من العوامل، وكذلك البنية التحتية والتنظيم. بالنسبة للتنظيم والتقنين، الحكومة تقول أن هناك 3 مشاكل أساسية على مستوى التنظيم والتقنين. هذا من ناحية المعايير للنطاق وللتردد بالنسبة للIoT، وأيضا تركيب الأجهزة. ووزارة الاتصالات يحدد الأطياف المختلفة للنطاق لاستخدام أيضا الشبكة من أجل الIoT. وفي مجال البنية التحتية تقول الحكومة
إن الاتصالات والتدفق المعلومات وتشابك البنية التحتية تساعد في حل المشاكل، والحكومة الإندونيسية لم تصدر قانونا حقيقيا لحماية البيانات الإلكترونية ولحماية البيانات السيبرية، وحتى أو قبل عام 2018 كانت هناك 232 مليون هجوم سيبرية في إندونيسيا، ومليون و 220 ألف هجوم وقع، وكانت هناك أيضا هجومات على شركات، مثلا شركات جديدة، و لم يتم مشروع بعمليات التحقيق لأنه ليست هناك أسس قانونية لأجهزة ملاحقة الجنائية. وما هي التحديات؟ التحدي الأساسي هو أن التكنولوجيا والابتكار يحمي البيانات الإلكترونية. هناك 32 قانونا لحماية خاصة بحماية البيانات الإلكترونية، ولكن كثيرا ما هي لا تتطابق مع بعضها. إذن ليس هناك نوع من الاندماج ما بينها والتطابق بينها، وهذا يعني أيضا يعني عندما يتم سوء استعمال البيانات لا تتخذ إجراءات تحقيق فعالة. والحكومة حاليا تريد إصدار قانون أو إصدار مشروع قانون يناقش في مجلس النواب. الأمر يتعلق أيضا بقبول المبادئ في مجال التيسكي فو وفي مجال آمن بيانات. من المهم أن نعرف من يكون مسؤولا ومختصا في داخل الحكومة. إن هذه المسؤوليات ليست موزعة بشكل واضح على الجهات المختلفة، يعني معظم المؤسسات لها اختصاصات معينة ولكن هي غير محددة بشكل واضح. فيما يخص المؤسسات الحكومية المختلفة، وكان هناك اقتراح لتحرير مشهد حماية البيانات، وأيضا المنطلق يعني مراعاة الأطراف المعنية لا يؤخذ في عين الاعتبار. الحكومة تحاول مراقبة الإنترنت، وبهذا السبب الشعب رفض هذه المبادرة من جانب الحكومة. وكان من المقرر أيضا أنه يتم أيضا ضمان حماية البيانات، وكان لابد من مراقبة البيانات، وهذا أصبح من أكبر التحديات لإندونيسيا. وفي الحقيقة مستخدمو الإنترنت كانوا متأثرين بذلك. في المستقبل لابد من التعامل مع هذه التحديات بإدراج أيضا جوانب حقوق الإنسان في القوانين، ولكن أيضا في مراقبة الأجهزة. لابد من وضع البشر في مركز الجهود والعمل، لأن في آخر المطاف الأمر المهم هو البشر، وحقوق الإنسان يجب أن يشكل العنصر المركزي في هذا التطور. الأمر الذي يتطلب أيضا تجاوز على الحدود السياسية والحدود الأخرى. وبالنسبة
بالنسبه لاندونيسيا نحن نحتاج الى مبادره مباشره نحو صدور قانون لحمايه البيانات الشخصيه، وهذا القانون يجب ان يعتمد على المعايير الدوليه، ونامل انه يحدث ذلك في العام القادم مثل الامن السيبري، لانه لابد من حمايه بياناتنا، حمايه الامن الالكتروني، وخصوصا عندما تريد الحكومه ان تصبح رقميا. شكرا. هل هناك في هذا السياق ما قلت بالتحديد يعني ما هو عمل ألسم؟ هل يمكن تقديم منظمتك؟ يعني أعتقد أنت من المجتمع المدني، أليس كذلك؟ يعني ألسم يتركز على الحقوق الرقمية، ونحن كثيرا ما نرهن على المنطلق لتعدد الأطراف المعنية، الحكومة والقطاع الخاص، ونحن نراجع باستمرار القوانين والأنظمة القانونية التي تصدرها الحكومة، لأن في الماضي الحكومة والبرلمان ناقشوا مشاريع قوانين، ولكن هذا أدى إلى تعقيدات، والأمر الذي أدى أيضا كثيرا ما إلى أنه لم يتم حماية الحياة والبيانات الشخصية. شكرا. كثير من الناس بيعرفوا هذا الوضع أيضا، وهذا يسري على الحكومات، على المنتجين وغيرهم، مما يجب أن يفعل شيء لحماية حياة شخصية للناس. وبلد قد يكون أكثر تقدما في حماية البيانات ربما تكون ألمانيا. وفي الأخير نسمع هذا العرض من مارك هانسن، وهي رئيسة المركز المستقل لحماية البيانات في ألمانيا. أنا المكلفة حماية البيانات في ولاية شليسفيك هولشتاين، وهي الولاية الأكثر شمالا في ألمانيا. إذا كان حظنا جيدا فسوف نرى على الخريطة بعد قليل أين تقع شليسفيك هولشتاين. ها هي. أنا لا أدري ما هو هذا العرض أو هذه الصورة. على كل حال نرى كلمة ألمانية طويلة للغاية، ولكن لا أستطيع أن أستخدم هذا الزر. يبدو أن الجهاز لا يعمل. هذه كانت هي. نعم، شكرا جزيلا. تبدو أن الصفحات من غير نص، من غير كلمات. على كل حال العرض سوف يتوفر أونلاين بعد مداخلتي. إذن أنا جزء من جهاز لتنظيم الإنترنت، وأنا جزء صغير في ذلك. أنا أعمل في شمال ألمانيا. وأود أن أشرح الكثير من الأشياء. هناك الكثير من الناس، هناك بيانات في سحاب، هناك الكثير من المباني، وهناك عدم مساواة فيما يخص توزيع السلطة، ولذلك نريد أن نحمي البيانات. فالفكرة لا تقوم على حماية الممتلكات، إنما حماية المواطنين. وما يناقش كثيرا حاليا هو
القانون الأساسي لحماية البيانات، البيانات الخاصة بالأشخاص والأفراد. الكتابة لم تظهر هنا على الشاشة. المهم، المقصود عدم التمييز وحماية البيانات وحماية حرية الرأي وجميع الحقوق المكفولة أوروبيا. ربما نستطيع أن نشاهد شيئا آخر. JPEG هي الصيغة الدولية. على كل حال، على الأقل نرى شيئا معينا هنا. سمعنا عن الأمانة والسلامة والحماية، كل ذلك يعتبر أهداف حماية البيانات، بما في ذلك عدم الموصلية بين أشياء معينة. يجب أن يكون هناك فصل بينها وعدم إمكانية الربط بينها. إذن كل ذلك له علاقة بالبشر والبيانات الأخرى والبرامج الأخرى، مثلا التعرف على الوجوه. فالمطلوب هنا الفصل بين السلطات المختلفة، ويجب أن يكون هناك نفس الفصل في على الصعيد التكنولوجي أيضا. وهنا على اليمين نستطيع أن نفهم ما الذي يحدث أو قد يحدث. نحن سمعنا أن الكثير من الناس لا يعرفون إلى أين تذهب بياناتهم، وهم يعتبرون ذلك مخيفا. هذه الأشياء غير مرئية ومخفية، لا يمكن الكشف عنها. حتى عندما نقرأ اللوائح الخاصة بحماية البيانات في إطار إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فهناك أسئلة جديدة. أيضا إمكانية التدخل، تحدثنا عن إطفاء أجهزة التحسس للأي أو تي. في بعض الأحيان لا نعرف أين يمكن إطفاء هذه الأشياء، وفي بعض الأحيان الصانع أصلا يخفي هذه الإمكانية أو لا يوفرها. إذن إمكانية التحكم مهمة، وإن كنت لا أريد أن يراقبني أحد أو أن أطفي تليفوني، فيجب أن يكون لدي هذه الإمكانية. السؤال دائما، من الذي يتحكم بالأشياء؟ في بعض الأحيان من الضروري للحكومة أو للمدينة الذكية أن تستخدم البيانات. في بعض الأحيان لا يمكن إطفاء كل شيء فقط من أجل حماية البيانات، ولكن يجب سؤال الناس في البداية. ولكن لا يمكن ذلك دائما، ولكن في بعض الأحيان هو ضروري. مثلا عندما نريد أن نطلع على ما يحدث في العالم، فقد ينعكس ذلك في الإحصائيات أو في معلومات مركبة، ولكن هل يمكن إطفاء ذلك أو لا؟ هذا لا يدور فقط حول البيانات الشخصية، إنما لابد أن يكون هناك درجة كافية من حماية البيانات. لا نتحدث دائما عن التكنولوجيا فقط. أنا مهندسة حواسيب، ولكن هناك أيضا قضايا اجتماعية خاصة بالإنترنت الأشياء. فإن كان هناك طفل يذهب إلى المدرسة مع سمارت واتش، يعني يملك ساعة ذكية، ليس لأنه يحتاج إلى هذه الساعة،
إنما لأن أهله يريدون أن يستمع إلى ما يحدث في صف المدرسة. يعني استخدام الساعات الذكية لدى الأطفال من أجل المراقبة من قبل الأهالي. يراقب الطفل عن طريق الجي بي اس، ويراقب المعلم أيضا وبقية الأطفال. وساعتها يستطيع الأب أو الأم أن يتدخل ويقول للمعلم عامل طفلي بشكل أفضل، ونحن كجهاز حكومي لا نستطيع أن نتدخل ضد ذلك. إن كان المعلم لا يريد المراقبة أو الطفل لا يريد ذلك، فلا ينبغي أن يكون هناك مثل هذه الساعات الذكية موجودة في المدارس. ونفس الشيء يحدث في بعض الأحيان مع أصحاب الرعاية. مثلا العائلة تريد أن يحصل مريض العائلة على علاج جيد في المستشفى، فيعطوهم هذه الأجهزة، ولكن رب العمل أيضا قد يستخدم هذه الأشياء ضد الموظفين لديه، وهناك شعور عند الناس أن هذا من حقهم، ولأن ذلك لحماية الطفل مثلا. فلا بد من التنظيم أو تعريف قواعد التعامل هنا. والمنزل الذكي لا يمكن اختراقه فقط من الخارج، يعني من أحد الشريرين من الخارج، إنما ربما الزوج أو الزوجة تفعل ذلك، تتحكم بالأشياء. وإذا كل واحد يتحكم بالأشياء كما يريد هو من غير مراعاة الآخر، أو يغلقون أحد الأبواب، أو يفتحون الباب لمن يجب أن لا يدخل. يعني هناك أيضا فروق في قدرات التحكم، بالطبع هذه ليست مهمة الدولة، ولكن هنا يحصل سوء استخدام للسلطة. أيضا عندما نتحدث عن ملاحقة النساء من قبل الرجل المعتدي، ولا يمكن لأجهزة الدولة أن تراقب كل هذه الأشياء، فهناك الكثير من الأسئلة غير المحلولة. إذن استنتاجي هو هناك الكثير من الفرص لبناء تكنولوجيات جديدة وحماية البيانات ضرورة وواجب في كل أنحاء أوروبا، ولكن كثيرا ما نتحدث فقط عن المصنعين وليس عن المستخدمين. وهناك أيضا نقاش كبير لم ينتهي بعد عن المسؤولية والمحاسبة، وليس هناك ما يكفي من المحفزات من أجل زيادة هذه الإجراءات الأمنية. إن حصل اختراق يعدوننا بأنهم سيحسنون الأمر، ولكن لا يبدو أن ذلك يأتي سريعا. نحتاج إلى محفزات أفضل لذلك. وأنا أختم بهذه الكلمات. شكرا جزيلا. سمعنا الكثير عن الأمن والخصوصية والمراقبة. الآن أود أن أعطيكم وجهة نظر إفريقية حول تطبيق القانون والخصوصية على يد مايكل إليشيبو. مساء الخير،
كلنا متعبون الآن، وهذه آخر الجلسة لليوم. سوف أحاول أن أختصر وأكتفي بخمس دقائق والساعة أمامي. إذن اسمي مايكل إليشيبو، أنا أعمل لشرطة زامبيا وأنا محلل جنائي رقمي وأحقق في جرائم الإنترنت. عندما ننظر إلى إنترنت الأشياء في خصوص الملاحقة القانونية يجب أن ننظر إلى جانبين، وجهة النظر الأوروبية والإفريقية. وفقا لأوروبا فهذه الوسائل تعتبر ممتازة للتحقيقات الجنائية، هناك الكثير من الأدلة المرتبطة بالجرائم، ولكن في إفريقيا لم يكن ذلك سهلا أبدا. نبدأ مع قوانيننا. إنترنت الأشياء هو تكنولوجيا تصل الكثير من الأجهزة بالإنترنت. هذا يعني أنه إن كان هناك جريمة ونحقق فيها فنحتاج إلى الأدلة، والكثير من هذه الأدلة موجودة في هذه الأجهزة أو بالأحرى في الكلاود، لأن البيانات مخزنة ليس داخل الجهاز إنما في الكلاود، وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا في إفريقيا. إذن فلنأخذ مثالا، إن كان هناك سيارة تسير بشكل مستقل من غير سائق، إن عدت إلى البيت بهذه السيارة وأسمح للسيارة أن تمشي بدون سائق، نحن غير متعودين على ذلك. دائما نحن متعودون أن نرى سيارات فيها سائق، وأنا أعتقد إن حصل ذلك فالشرطي ربما يخاف أو ينتبه إلى ذلك. إن كنت في إفريقيا وترى سيارة وهناك شرطي وهناك سيارة من غير سائق والسيارة تتوقف على إشارة الشرطي، هذا شيء غريب أصلا. فتخيلوا معي أيضا أن يحدث حادث مع هذه السيارة، من الذي يتهم؟ من الذي يحاكم هنا؟ نعم، التكنولوجيا وصلت إلى السوق الإفريقي ولكن القوانين لم تتبلور بعد في بقدر كاف. يعني هناك أدلة ولكن أين القانون الذي يصلح لهذه الأدلة؟ وكيف تنظر المحاكم في هذه الأشياء؟ وكيف تستخدم هذه الأدلة؟ فهذا يعني أنه علينا أولا أن نشرع قوانين تكون يعني ترد على هذه التطورات التكنولوجية. أي شرطي عادي في إفريقيا يعرف إنترنت الأشياء فقط بشكل منزل ذكي أو ساعة ذكية، ربما لديه جهاز تلفزيون ذكي أيضا ولكنه ليس موصولا بالإنترنت. والآن الناس في إفريقيا يشترون أجهزة جوجل هوم، ولكن لأن استخدام البيانات مكلف فهذه الأجهزة ليست ذكية كثيرا. هذه الأجهزة تكون ذكية فقط إذا كانت موصولة بالإنترنت، ومن وجهة نظر الشرطة فهذا يعني العديد من التحديات. مثلا تعطى جهاز من أمازون ومطلوب منك أن تحصل على معلومات من إيكو دوت. إيكو دوت لا يحتوي على خزان للبيانات داخل الجهاز، إنما يجب العودة إلى آي تيونز مثلا، الحساب الخاص للمستخدم، أو في جوجل ميني هوم. يعني حتى
اعتماد إنترنت الأشياء في إفريقيا ترافق مع الكثير من التحديات في مكافحة الجريمة. وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، التعرف على الوجوه عن طريق الكاميرات، التكنولوجيات ربما تكون موجودة، ولكن هل هناك قوانين تنظم استخدامها؟ من أين تعرف أن هذه الأدلة مقبولة أصلا قضائيا وقانونيا؟ فعندما تنظر إلى إنترنت الأشياء يجب أن تنظر إلى الجانبين. في إفريقيا يجب أن تنظر للأشياء من وجهة النظر الإفريقية، وفي أوروبا من وجهة النظر الأوروبية. شكرا جزيلا. عندي استفسار عن ذلك، لأن ما حكيت كثيرا الآن. التطورات التي سمعنا عنها من إندونيسيا، أن الحكومة مضغوطة لإدخال تكنولوجيات حديثة بسرعة، يعني قبل وضع الإطار القانوني لذلك، هل ترى نفس الشيء عندكم؟ هناك ضغط باتجاه التكنولوجيات ستحل مشاكلنا، مثلا بالنسبة للشرطة أو أجهزة ملاحقة الجريمة والأخرى، أو هل هناك ضغط لتجهيز كثير كاميرات المراقبة في الفضاء العام؟ حتى أعتقد هذا بيصير بسرعة شديدة. هذا دائما مشكلة القانون، هذا في المرتبة الثانية. هناك تكنولوجيا تظهر مشكلة، وثم يفكرون في تشريع القوانين المناسبة. إذن لا يمكن التوقع بأننا نستطيع المواكبة لتطورات التكنولوجيا. إذن ما سمعناه من قبل ليس ذلك خاصا بإندونيسيا وأي بلد ثاني، هذا ظاهرة عامة. من لا يطبق التكنولوجيا طبعا يتأخر أيضا. إذن ما كيف شرح ذلك؟ معظم الحكومات قادرة على دفع التكنولوجيات إلى الأمام بدون التنظيم القانوني. بنديكت من مايكروسوفت، هل تقدر على التخيل لعالم يبيع المنتج هذه التكنولوجيات إلى منظومات قانونية فيها قواعد صارمة لحماية البيانات؟ لا، يعني أعتقد من الضروري أن كل مستخدم له الإمكانية للاستفادة من التكنولوجيات. مايكروسوفت ليست شركة منتخبة ديمقراطيا، ولسنا في المجال لصياغة القوانين، ولكن عندما يتم استخدام تكنولوجيا وهذا يهدد المستهلك، في هذه الحالة من المفروض أن الممثلين النواب المنتخبين ديمقراطيا قادرين على إصدار القوانين. وهذا لا يتعلق بإنترنت الأشياء فقط، ولكن كل الأشياء التي تتسع كثيرا. وأعتقد يجب أن ترد على ذلك الحكومات والبرلمانات، وهذا أيضا بمراعاة آراء الأطراف المعنية. وإذا كان لدى المستخدم صوت، وفي بالنسبة لإنترنت الأشياء هذا، وكثيرا ما يتم التنصت للمستهلك، إذن عندهم صوت. ونسمع كل سنة إن الأجهزة التشريعية ليست لها الفهم والدراية لهذه الأشياء لتنظيم كل ذلك قانونا. كيف ترون ذلك من الرؤية الإفريقية؟ يعني كثيرا ما يقال إن أجهزة التشريع تفتقر بالدراية التقنية، أن تفهم يعني كيف تعمل التكنولوجيات. إذن كيف تتعاملون مع نقص الدراية التقنية هذه؟ عندما ننظر إلى التشريع، وأعطيكم مثالا من زامبيا، حالياً
تدور المناقشات في بلدان أخرى حول تنظيم الذكاء الاصطناعي معايير وستاندردز، ونحن لم نبدأ ذلك، ولكن يتم استيراد أجهزة من هذا النوع من قبل القطاع الخاص غير الحكومة. هذه الشركات تريد أن تقوم بصفقات تجارية، أو تريد مثلا استبدال العمال بماكينات لأتمتة العمل لتقليص تكاليف الإنتاج مثلا. ويعني ذلك يعني بعد سنتين لاحظنا في معظم البنوك لا يوجد هناك موظفين كأفراد، ولكن هناك ماكينات، هناك آلات تحل محل الموظفين. إذن الأجهزة تكنولوجيات متواجدة في البلد، وثم تبدأ عملية التشريع. ومن هذه الناحية يفعلون ذلك جيدا، ولكن بعد وصول التكنولوجيا ويمكن تنظيمها، ولكن طالما لا تكون التكنولوجيا في الميدان هذا صعب، لأن في هذه الحالة لابد من تنظيم شيء قانونيا، وهذا شيء غير موجود. إذن هذا مستحيل. مثلا عندما استورد سيارة أدفع فعلا رسوم جمركية مرتفعة، يعني أدفع الضرائب على الوقود بالإضافة إلى الضرائب على الأكسجين الثاني الكربون. وبعد ما استوردت 10 أو 20 سيارة، طبعا أفكر في هذا الموضوع، ربما عندكم جواب على ذلك من النظرة الأوروبية، من المنظور الأوروبي. أرجوكم استعمال الميكروفون، ولكن أعتقد هذا ليس فقط التكنولوجيا ضد الأجهزة التشريعية، ولكن هناك عوامل أخرى أيضا، وبهذا السبب هذا منتدى جيد لهذا اللقاءات. وأعتقد لابد من زيادة جاذبية التعاون معنا للجهات الأخرى. هذا مسألة مالية، مسألة أمنية، مسألة متعلقة بالعمال، مسألة التفاهم المتبادل. هذا أكبر مشكلة إلي. إذن كان كل واحد مؤهل ومدرب جيدا، أو خريج جامعة، أو خريج لتدريب مهني، كثيرا ما يتعلمون فقط المادة التخصصية التي يدرسونها، ولكن موضوع الشفافية يتم نظرها من زوايا مختلفة. أحيانا يشعر بعض الناس بأنهم مميزين لأنه لا يتم مراعاة رأيهم عن ذلك. وهذا مسألة التخصصات والاختصاصات المختلفة، وهذا يحتاج أيضا الحوار بيننا لإيجاد الحلول الأحسن والقابلة للتطبيق في القطاعات المختلفة. وفي ألمانيا في الحقيقة مثلا ليس هناك مساواة في الرواتب للنساء والرجال، أو مثلا المرء لا يريد أن يعمل في السلطات التنظيمية، أو لا يتوقعون بأن التدريب جيد في هذا المجال. وكثيرا ما المرء لا يريد أن يتعامل مع تكنولوجيات لأنها مش غير مبتكرية هذه التكنولوجيات. وكثيرا ما أيضا البحث العلمي الأكاديمي، الجامعات هي متقدمة السنوات. هذا أيضا أمر مهم، وأيضا مشاركة المجتمع المدني مهم جدا، لأن جهات التشريع تريد تشريع قوانين، ولكن تستخدم القوانين المتخلفة، وربما هناك أطراف أخرى تعرف كيف لابد من تغيير وتعديل القانون، وكثيرا ما لا يتم إسهام هذه الأطراف. تحدثنا عن دور المستهلك، ولكن هذا أقل أيضا في بصفتهم مواطن.
ونحن متعودين المناقشة إن الإنترنت يشكل الخط الفاصل بين الحياة العامة والحياة الشخصية، الأمر الذي يؤثر أيضا على الأسرة. مثلا الطفل المتشابك مع غيرهم طبعا يؤثر على الأسرة أو الأصدقاء. وأود أن أسمع منكم، هل يوجد في غانا ربما أشكال وسبل جديدة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة؟ هل هناك مثلا قاعدة أساسية في التعامل؟ مثلا من يدخل بيت الآخر يخلع الحذاء، هل نفس الشيء بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة؟ هذا يعني بالنسبة لإنترنت الأشياء. بالنسبة لغانا أستطيع القول إن هناك فضاءات مفتوحة ومجتمعات مفتوحة متزايدة عددا، ويعمل الناس بشكل مشترك مع هذه الأجهزة. مثلا في أكرا انعقدت فعاليتان حاولنا فيهما دعم هذا التطور، يعني جمعنا البشر، مثلا مؤسسة بايثون أو موزيلا أوبن ليدرز، وقاموا بتنظيم هذه الفعاليات. إذن ما نعمله هو جمع الشباب وإعطاهم الفرصة الاكتشاف. ماذا يحدث في العالم الخارجي؟ يعني نحن فهمنا أن المعلومات متوفرة، ولكن الأمر هو المعرفة، معرفة كيفية استخدامها. ولكن الشرط الأساسي طبعا هو الاتصال بالإنترنت. إذن نعود إلى النقطة الفيصلية. إذن هناك معلومات من مدن مختلفة، ويجب التساؤل كيف بيكون الوضع في المناطق الريفية. إذن لو شافوا هناك سيارة سائرة أوتوماتيكيا مستقلا، يعني يعتبرون هذا سحر. وبالتالي نحن نتوجه إلى من يكون له اتصال بالإنترنت في المدن، وثم يحاولون نشر ذلك أيضا في الريف. هذا المنطلق الذي نطبقه. وبالنسبة للتشريع يمكن القول إن غانا لها قانون حماية البيانات الإلكترونية، وينص فيه على أن كل من يستخدم بيانات غيره يسجل نفسه لدى وكالة تراقبه. ولكن هل نعرف إلى أي مدى يفعل ذلك الناس وكيف يستخدمون البيانات؟ إذن هذا القانون موجود، ولكن مجرد القانون طبعا لا يكفي، بل يطرح أسئلة أخرى. والنظام الأساسي لحماية البيانات له دور أيضا، وخصوصا في الصفقات التجارية مع شركات أجنبية. يعني من يقوم بتجارة مع شركات أوروبية يجب أن يعتمد أيضا على النظام القانوني لحماية البيانات. إذن في مجالات أخرى هذا يدل على أهمية حماية البيانات. من جديد، إن كان عندكم سؤال ارفعوا أيديكم أو تقدموا إلى الميكروفون. هل هناك سؤال من هناك؟ تفضل. مرحبا، أنا مكلف بحماية البيانات، اسمي كلاوس، والسؤال يتوجه للضيوف الأفارقة. أنا أفترض بأن الكثير، أن في إفريقيا يتم استخدام الهواتف النقالة بشكل كبير، ولكن ليست الهواتف الذكية بالضرورة. ماذا عن إجراءات السلامة الخاصة بذلك؟ ربما هو يعرف ذلك، ربما زميلي يعرف عن ذلك أكثر لأنه شرطي. أما أنا فأنا أتحدث مع الناس عن هذا الموضوع. كان لدينا خبير من شرطة غانا تحدث عن
الجرائم الرقمية عن طريق الهواتف النقالة بالذات، فلاحظوا أن عدد هذه الجرائم يزداد كل سنة. يتصل أحدهم بأحد ويقول له يجب أن تحول مبلغ من المال لأغراض معينة، ثم يتضح أن الموضوع زائف، فهناك جريمة. ولكن كيف تحاكم الجاني، كيف تعاقب الجاني إن لم تملك الأدلة؟ في غانا هناك شرطة مخصصة لجرائم الإنترنت، ولكن هذا يتطلب الكثير من الإجراءات. ربما الجريمة لم تحصل في غانا، إنما من مكان آخر برقم غاني. في غانا نحن نبتعد عن الحواسيب ونستخدم الهواتف الذكية أكثر، لأنه يمكن لأي شخص أن يملك واحدا، وهذا يعني بالنسبة للملاحقة القانونية أن هناك الكثير من العمل. ولدينا شرطة تحري خاصة لجرائم الأونلاين، ولكن هذه القضايا معقدة. هذا ما يحصل في غانا. أما في زامبيا فالهواتف الذكية منتشرة جدا. لدينا الآن هواتف ذكية أكثر من هواتف تقليدية غبية. أود أن أجيب على السؤال على مستويين. أولا، لا يجب تسجيل الاسم عند شراء التليفون، ولكن عند شراء السيم كارت فلا بد من تسجيل الاسم. إذا المزود يجب أن يعرف من أنت، بما في ذلك صورة وبيانات بيومترية، وإن حصلت جريمة فيتم استخدام هذه البيانات. يريدون معرفة من الشخص وراء رقم تليفون معين، وهذا يعني أنه يتم ربط صورة وجهك مع الرقم. بخصوص الجرائم هناك زيادة كبيرة. لدينا موبايل ماني، يعني الحوالات التي تحصل عن طريق التليفون. صحيح أن هناك مكائن المال أيضا، ولكن يتم تحويل المال عن طريق الهاتف الذكي. إذا الهاتف يتحول إلى جزدان، وهذا يعني أيضا أنه تحصل حالات خداع عديدة. من وجهة نظر الأمن، لدي هنا جهاز النقال، ربما هناك أب وضعته على التليفون ويأتي الأبديت، تحديث التطبيق، ولكن التحديث يكلف مال، والقليل من الناس فقط يستخدمون هذه التحديثات، وبالتالي لا يحصلون على التصليحات. فلأن جيجا بايت من البيانات مكلف، وبالتالي الناس لا يعرفون ما هي قيمة هذه التحديثات. فإن لم يحدثوا برامجهم على الهاتف الذكي فيتعرضون لإمكانية الهجوم بسهولة. إذا مشكلة التكاليف هي مشكلة أمنية أيضا. هل هناك أسئلة أخرى من الخارج أونلاين؟ نحن تحدثنا عن الأجهزة المنظمة،
قد لا تعرف، قد لا تملك المعرفة التكنولوجية، كيف ذلك في إندونيسيا؟ أيضا فيما يخص التخطيط للمدن الذكية والأجهزة التي تمس الخصوصية، هل لديكم دعم من المجتمع المدني، من النساء ومن الشباب؟ أين النقص من أجل أن يسمع صوت المواطنين أكثر؟ في حسب تجربتنا في الحكومة، في كثير من الأحيان ترد بشكل تقني أو تكتيكي على التكنولوجيات الجديدة، وفيما بعد يتم التنظيم، وفي ذلك تقيد حقوق المواطنين كثيرا. وفي المجتمع المدني بما في ذلك المجموعات المهملة تحاول أن تقيس آثار هذه القوانين الجديدة، لأن هناك مواقف مختلفة، حيث أن المستجدات التكنولوجية تؤدي إلى تمييز جديد خاصة للمغلوب على أمرهم أصلا، وبالتالي المجتمع المدني يحاول أن يتوجه لأجهزة التنظيم للاستشارة أو الحكومة، لأن الحكومة كثيرا ما ليس لديها الفهم الكامل والمعرفة الكافية عن كيفية آثار مثل هذه التنظيمات أو القوانين، وبالتالي نحن نحاول أن نستخدم نظاما ديمقراطيا للتعامل مع الحكومة، ونصدر توصيات سنوية للحكومة. وفي بعض الأحيان المجتمع المدني ينتقد كل شيء، ينتقد العملية كلها، ينتقد كل ما تفعله الحكومة، أما نحن فنحاول أن نجد استراتيجية وأن نناقش استراتيجيا مع الحكومة على أساس مبدأ تعدد الأطراف. شكرا جزيلا، وصلنا إلى ختام النقاش تقريبا. تحدثنا عن السيارة التي تسير بذاتها. أنا لم أزر إفريقيا، ولكن أنا أيضا كنت مفاجأة جدا كالأفارقة عندما كنت في كاليفورنيا، وفجأة رأيت سيارة تسير وحدها، وليس هناك أيضا مشاة في الشوارع، لذلك لم يكن صدمة كبيرة أن أرى سيارة من غير سائق أيضا. هذا لفت نظري كثيرا، لأن التكنولوجيا نشأت في مكان معين من العالم، ولكن سوف تنتشر، ودائما هناك آثار متعددة جدا حسب الشرائح الاجتماعية وحسب الفئة العمرية والشباب وما إلى ذلك. يجب أن نراقب بعضنا البعض، لأن هناك مخاطر تنتج عن تصرف جميعنا عندما نستخدم هذه التكنولوجيات. بالطبع أتمنى أن يكون المستقبل أفضل، ونفهم هذه الأشياء بشكل أفضل، وأن يكون لدينا ثقة أكثر في إنترنت الأشياء. شكرا جزيلا لكم.